تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد تحية لشهداء الإمارات الأبطال. كلنا عارفين أن الحوثيين بدعم إيراني حاولوا إحراق اليمن، وللأسف الشديد أنهم نجحوا لمدة طويلة في أنهم يذهبوا باليمن إلى وضع سيء. هناك قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بتحاول إعادة الأمل. امبارح كان في أحداث مأساوية، استشهد 45 من ضباط وجنود دولة الإمارات العربية المتحدة وخمسة من ضباط وجنود مملكة البحرين. الشيخ محمد بن زايد نائب القائد لأعلى القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نعى الشهداء وقال إن شهداء الواجب نماذج مضيئة في تاريخنا وتاريخ أمتنا، وقال كمان إن الإمارات ستمضي في طريق إزاحة الظلم عن اليمنيين. جثامين 45 شهيد إماراتي وصلت إلى مطار البطين في أبو ظبي، وكان كبار القادة العسكريين في استقبال جثامين الشهداء. الرئيس السيسي اتصل من جاكرتا بالشيخ محمد بن زايد وأبلغه عزاء الرئاسة وعزاء الشعب المصري في شهداء الإمارات العربية المتحدة. ومن جانبنا نعزي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا. اثنين طالبة الصفر إعلام الصفر. سؤال بسيط، هل تستحق طالبة الصفر كل هذا الاهتمام؟ قولا واحدا لا. مفيش بلد في الدنيا فيها إعلام طبيعي وسياسة طبيعية تحتل في طالبة الصفر كل هذه المساحة نهائيا. مفيش بلد كده في العالم، مفيش بلد كل إعلامها مسخر بقاله شهر تقريبا، كل برامجه تقريبا وكل سياسييه وإعلاميه تقريبا قاعدين لطالبة الصفر. الإعلام هو اللي ياخد صفر، لأنه التركيز بهذا الشكل معناه إن إحنا بنحط جدول أعمال محدود جدا لهذه الأمة في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا. الموضوع سهل وبسيط، والخطأ الرئيسي عند وزارة التربية والتعليم إن في طالبة بتشكو إن ورقها حصل فيه تعديل أو تبديل وإن هي ما تستحقش الصفر. موضوع فني بحت، لا هو سياسي ولا هو فكري ولا فلسفي، موضوع في منتهى البساطة، طالبة تتظلم أيا كان هذا التظلم. في علم الاحتمالات وبالمنطق يا إما كلامها مظبوط يا إما كلامها مش مظبوط، فكان المفروض الوزارة تحقق في الأمر فورا. إنما إن الإعلام يدخل على الخط وفجأة كل استوديو وبرنامج توك شو تحول إلى محكمة تعليمية، وهم اللي بيصححوا في الاستوديو، واللي يقول سألناها نظر وسألناها تحريري، واللي يقول كذا وكذا، ده أسلوب مش علمي. طب ما بعد كده كل طالب وطالبة سواء يجيب صفر أو يجيب مجموع مش عاجبه أو يجيب تحت الكلية اللي عايزها بدرجة أو درجتين، يطلع بقى في أي وسيلة إعلام، يتعرف على أي حد من السادة المعدين، يتعرف على أي إعلامي مشهور، ويطلع بقى يتكلم ويهاجم الحكومة في هذا الإطار. إحنا بنرسخ للغوغائية ونرسخ للعشوائية إن مفيش أسلوب علمي في إدارة الأزمات. طالبة تتضرر من الامتحان، مليون طالب قبل كده تضرر من نتائج الامتحان، ومليون حد قال إن هو مصدوم في كل المواد في أسلوب علمي هذه الأزمة. إنما فجأة تليفونات واتصالات واستقبالات، وامبارح رفضت تقابل البابا، تطلع في برنامج تقول معلش معايا محطة تانية ويتنج، بين مؤتمر صحفي عالمي لطالبة الصفر. اللي أخدته طالبة الصفر عندها حق أو ما عندهاش، إنما حجم الموضوع قد كده، حاجة صغيرة جدا بالنسبة لنا. إنما أوائل الثانوية العامة فخر المجتمع التعليمي في مصر يدوب يومين ثلاثة بس شوية اهتمام وانتهوا. العباقرة والمبدعين، طلابنا اللي بياخدوا جوائز عالمية، المبتكرين في كليات الهندسة وغيرها، العباقرة في كليات العلوم وغيرها، الطلاب اللي في نوادي العلوم في إعدادي وثانوي المشرفين والمذهلين ولا اهتمام. إنما فجأة في طالبة الصفر الكل بيتبرع يعلمها في الخارج، الكل بيتطوع يعمل لها مقابلة مع مسؤول كبير. طب أوائل الثانوية العامة السنة دي
والسنوات اللي فاتت، اللي خد أوائل نوادي العلوم العباقرة العلماء الجدد في مصر، مين اهتم بيهم؟ هل ده عدل طالبة الصفر تبقى حديث مصر كلها لمدة شهر متواصل دون اهتمام بأي مستوى علمي آخر أو تعليمي آخر؟ الحقيقة في هذه الأزمة، وسواء كانت هذه الطالبة على صواب أم على خطأ، الطالبة مش تاخد الصفر، احتمال تكون تستحق الصفر واحتمال لا، إنما اللي مؤكد اللي يستحق الصفر في هذه الأزمة هو إعلام الصفر. ثلاثة، باحثة في جامعة القاهرة تحقق إنجازا في علوم الطاقة. نشوف بقى المستوى، طالبة الصفر خدت قد إيه اهتمام إعلامي، معدين قاعدين طوابير، إعلاميين في الاستوديو وعلى التليفون، مسؤولين كبار وصغار بيقابلوها، واهتمام وانشغال في كل الدولة المصرية بطالبة الصفر. طب هل حد انشغل بأنه في باحثة ممتازة بتعمل رسالة دكتوراه اسمها منال متولي؟ هذه الباحثة توصلت إلى ابتكار حين تتم إجراءاته النهائية هنكون قدام إنجاز علمي واقتصادي عظيم، إنجاز هيوفر مليارات الجنيهات. النهاردة في جامعة القاهرة كلية الهندسة الباحثة منال بتولي راحت هناك واتكلمت عن هذا الوقود المعدل. الباحثة عملت ايه وهي بتشتغل في رسالة الدكتوراه؟ بقالها 5 سنين بتشتغل في الرسالة على حسابها على نفقتها الخاصة، اشتغلت على وقود معدل. الوقود المعدل ده من مادة الميثانول، ودي مادة موجودة منتجة محليا في مصر. بتاخد الوقود المعدل ده تضيفه لبنزين 80 يبقى بنزين 92 أو بنزين 95. طبعا الموضوع في منتهى الأهمية، نتكلم على مادة كيميائية أو تركيبة كيميائية، معادلات معقدة جدا علميا، إنما في النهاية في مادة هتضاف إلى بنزين 80 ترفع مستوى إلى بنزين 92 أو بنزين 95. ده معناه إن البنزين اللي إحنا بنستورده ممكن ما نستوردش هذا البنزين، ده معناه بنزين 80 هنرفع مستواه دون الحاجة إلى استيراد، ده معناه هنوفر مليارات الجنيهات. ده الكلام اللي يستحق الاهتمام العلمي، ده المستوى اللي مش هيخلينا في مستوى الصفر وإنما هيخلينا في مستوى لائق تحت الشمس. هذه الباحثة اللي جامعة القاهرة النهاردة أعلنت عن هذا الاكتشاف، أتمنى أن السيد رئيس الوزراء يستقبلها وأنه يستمع إليها ونشوف هذا الابتكار الذي تم تسجيله محليا ودوليا واللي أنفقت عليه من مالها الخاص أثناء إعدادها لرسالة الدكتوراه. أتمنى أن الحكومة تبحث عن هذه الباحثة أو تكلم جامعة القاهرة علشان تصل إليها وتستمع إليها، وإذا احنا وصلنا فعلا للتجارب النهائية المقبولة بيئيا وعلميا بالمعايير المصرية والدولية، يبقى احنا ينبغي فورا أن نشرع في هذا الأمر. في هذه الحالة هنوفر مليارات الجنيهات بفضل ابتكار علمي لباحثة مصرية. 4، عن الإسلاميين أعداء المسلمين. بقى لنا فترة بنسمع كلمة الإسلاميين. أول ما سمعنا عن الإسلاميين الناس اعتقدوا بقى الأكثر تقوى والأكثر تدينا والأكثر بساطة والتزاما، إنما مع الوقت لقينا إن ما يسمى الإسلاميين، طبعا مش كلهم إنما هذا الوصف بشكل عام، بيشير إلى جماعات وحركات إسلامية أصبحت عدوة للمسلمين، بقينا في معادلة الإسلاميون ضد الإسلاميين. في كتاب الجهاد ضد الجهاد تكلمت في هذا الأمر، اللي عايزين يعملوا حرب أهلية داخل الإسلام، اللي بيخلوا جزء من المسلمين يسمي نفسه الإسلاميين، ويبقى هؤلاء الإسلاميين اللي بيقولوا كذبا عايزين نعمل نظام حكم إسلامي وما إلى ذلك، باسم ذلك الهدف أو تلك الغاية يقتلوا ويسفكوا الدماء في كل مكان. خريطة العالم الإسلامي كانت بتمتد من الحضارة إلى الحضارة، بقت تمتد من الدماء إلى الدماء، من طالبان شرقا إلى بوكو حرام غربا، ومن داعش شمالا إلى القاعدة جنوبا. للأسف الشديد ده بقى الوضع اللي فيه خارطة العالم الإسلامي اللي كان قبل كده يمتد
من الحضارة إلى الحضارة. الإسلام الحضاري في مواجهة الإسلام السياسي هو الحل. الإسلاميين الذين أنهكوا المسلمين على المسلمين أن يتوحدوا ضد كل تجار الدين. 5. الرئيس السيسي في إندونيسيا الأزهر مستعد. الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة مهمة وناجحة، سواء في روسيا الاتفاق النووي، اتفاقيات اقتصادية في الصين وفي سنغافورة، إنما زيارة إندونيسيا لها وضع خاص لأنها زيارة من رئيس أكبر بلد عربي إلى رئيس أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم. كلنا عارفين إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم. الرئيس السيسي في إندونيسيا اتكلم إن الأزهر مستعد إنه يساعد في تدريب الأئمة والخطباء في إندونيسيا من أجل نشر الإسلام الوسطي وإبعاد الشباب عن طريق الانحراف الديني والانحراف الدنيوي وتدمير المجتمع. والرئيس الإندونيسي ثمن دعوة الرئيس السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، وقال إن هو بيقبل وإنه يتمنى إن الأزهر يواصل هذا الدور الكبير الذي بدأه في إندونيسيا منذ سنوات طويلة. إنما شيء رائع جدا إن مصر وإندونيسيا يكونوا إيد واحدة، إن أكبر بلد عربي وأكبر بلد مسلم في العالم يكونوا إيد واحدة، إن القاهرة وجاكرتا يكونوا من رموز الاعتدال في مواجهة التطرف والتشدد الذي تغذيه عواصم أخرى. تحالف الإسلام المعتدل هو الحل. 6. الكويت محاولات الكسر والصمود. دولة الكويت الشقيقة دولة ناجحة ومتميزة، وعلشان كده عندها حاقدين وعندها أعداء وخصوم ومتربصين. دولة الكويت مش بس ناجحة لأسباب اقتصادية ومالية، إنما كمان فكريا وثقافيا الكويت عاصمة وحاضرة مهمة جدا من حواضر الثقافة العربية. كلنا فاكرين إن جامعة الكويت كان فيها كبار فلاسفة مصر، الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور فؤاد زكريا وآخرين. كلنا قرينا سنوات طويلة مجلة العربي، كلنا قرينا أو اشترينا كتب عالم المعرفة، كلنا عارفين إن دوريات أدبية وفكرية وثقافية رصينة وصحافة قوية جدا تصدر من الكويت عبر عقود طويلة. علشان كده الكويت لها أعداء ولها خصوم، وبقت حاليا بتواجه تطرف شيعي وتطرف سني على السواء، القاعدة وداعش من جهة التطرف السني، وأيضا تطرف شيعي بدأ منذ الثمانينات ولا يزال حتى الآن، ولا يزال حتى الآن. يمكن تابعنا مؤخرا تفكيك خلية إرهابية تابعة لحزب الله اللبناني، خلية متشددة تهدف إلى تخريب دولة الكويت. كلنا عارفين أيضا إن الكويت أصدرت بيان في هذا الشأن، أو النيابة الكويتية قالت إن في متهمين من السفارة الإيرانية في الكويت. السفارة الإيرانية في الكويت فيها 2 دبلوماسيين متهمين هم على صلة بهذه الخلية. فالسفارة ردت مش عبر وسائل الدبلوماسية المعروفة، وإنما في بيان صحفي، وده اللي خلى الخارجية الكويتية تدين طريقة السفارة الإيرانية في الكويت، وإن هي تلجأ للإعلام في إن هي تنفي ما ذهبت إليه النيابة الكويتية. لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي طلع بتصريحات قوية جدا ضد إيران هي الأقوى منذ سنوات. قال إن إيران أكبر عدو للمنطقة، وقال إن إيران عايزة تسيطر على خيرنا وعلى بلدنا وعلى أراضينا. ده الكلام اللي قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة البرلمان الكويتي. التاريخ الحديث في أحداث كتيرة مؤسفة لمتطرفين دينيا من السنة والشيعة في مواجهة دولة الكويت الشقيقة. في ديسمبر سنة 83 جماعة حزب الله، جماعة شيعية متطرفة في الكويت، فجروا 9 عربيات مفخخة، وأدى ذلك إلى تدمير بعض أو جوانب من بعض المنشآت في الكويت. الكلام ده إمتى؟ سنة 83. الثورة الإيرانية الخميني إمتى؟ 79. يعني فعلى طول حرب مع العراق، وعلى طول شفنا بعد كده إنه في ديسمبر 83 إن في
منظمات شيعية متطرفة إرهابية حاولت تفجير أو فجرت بالفعل 9 سيارات مفخخة. نكمل بعد كده نبص نلاقي إنه لما تم إلقاء القبض على المجموعة وعلى قائدها، فالناس الداعمين لهذه المجموعة قالوا هنعمل عمليات أخرى لغاية ما يتم الإفراج عن قائد المجموعة اللي فجر 9 عربيات مفخخة. فنلاقي بعد كده في مايو 85 محاولة اغتيال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وإصابته بجراح. بنلاقي بعد كده بشهرين في يوليو 85 تفجير مقاهي شعبية وقتل 11 شخصا من الأبرياء قاعدين على مقاهي في دولة الكويت. 87 عربية مفخخة أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي. 88 اختطاف الطائرة الجابرية الكويتية، وده كان حادث مشهور جدا، هنشوف بعد قليل مشاهد من ذلك الحادث. الطائرة دي كانت بتحمل ركاب، الطاقم كله بالركاب 111 شخص على هذه الطائرة. الطائرة الكويتية جاية من تايلاند، من بانكوك عاصمة تايلاند، رايحة على الكويت، نزلت في سلطنة عمان مطار مسقط ترانزيت ساعتين ثلاثة وتطلع بعد كده على الكويت. تم اختطافها من قبل منظمة شيعية متطرفة وهي موجودة في مسقط، وبعدين خرجوا بها إلى إيران، نزلوا في إيران في إحدى المدن، وبعد كده خرجوا من إيران نزلوا على قبرص ثم وصلوا إلى الجزائر. ذبحوا 2 أو قتلوا 2 من الركاب الموجودين على الطيارة ورموهم من فوق الطيارة من فوق السلم، يعني مشهد مروع هتلاقي كده يمر سريعا في هذا الفيديو. يعني المجرمين اللي خطفوا الطيارة الجابرية الكويتية سنة 88 ذبحوا وقتلوا 2 ورموهم من فوق الطيارة، رموهم جثث على الأرض. ولولا أن الدبلوماسية الجزائرية المحترمة والقوية نجحت في المفاوضات كان ممكن هذه الطائرة يقتل كل ركابها بالكامل، إنما نجحت الجزائر الشقيقة أن هي تفرج عن هؤلاء وأن هم يعودوا إلى دولة الكويت. دلوقتي بعد هذه السنوات في منظمات شيعية متطرفة زي حزب التي تم الإلقاء القبض على خلية تابعة له وتفكيكها، أو منظمات سنية متطرفة مثل القاعدة وداعش. هو ده لقاء السحاب الذي يخطط له في العالم الإسلامي، صراع سني سني وصراع سني شيعي، حرب أهلية داخل هذا الدين من أجل الإسلاميين وليس من أجل الإسلام أو من أجل المسلمين. اختطاف طائرة الركاب الكويتية الجابرية الذي وقع في 5 من شهر أبريل/نيسان الماضي عندما أجبرت مجموعة من الإرهابيين الجابرية القادمة في رحلتها من بانكوك إلى الكويت على تغيير مسارها إلى مطار مشهد ثم قبرص ثم الجزائر. وقد أكد هذا الحدث صلابة ومتانة الموقف الكويتي المشرف تجاه القضايا المحلية والعربية والدولية، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والابتزاز. وقد أقدم الخاطفون على ارتكاب جريمة بشعة عندما قتلوا 2 من أبناء الكويت، هما الشهيد عبد الله محمد حباب الخالدي والشهيد خالد إسماعيل أيوب بندر. وبعد 16 يوما من معاناة الركاب والآلام، أعلن الخاطفون عن وقف عملية احتجاز الركاب والإفراج عنهم بفضل الجهود الجزائرية. قد خرج جماهير الشعب الكويتي لاستقبال ركاب الجابرية، وكان على رأس جموع المستقبلين حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وأسر وذو المخطوفين إلى جانب المواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد كان الاستقبال تظاهرة حقة من مبادئ ومثل وتأكيدا للالتفاف، التفاف الشعب حول قيادته الرشيدة
في كل ما تتخذه من خطوات. حفظ الله دولة الكويت الشقيقة. وفاصل ونكمل. جنون العلم استنساخ الموتى. في حيوانات عاشت منذ آلاف السنين، هذه الحيوانات تم العثور على بعضها إنما بطريقة مبردة، يعني في منطقة سيبيريا في شمال روسيا كلها تلج، كلها جليد طول الوقت. ففي بعض الحيوانات ماتت، إنما ماتت في حفرة من التلج أو في مكان تلجي. فبعضها مات من آلاف السنين. العلماء عثروا على جثث هذه الحيوانات، لكن وضعها زي ما هي بالظبط موجودة تماما بكامل الحمض النووي. يقدروا ان هم يدرسوا عفوا هذا الحيوان، ويقدروا كمان ان هم يستنسخوه كما يزعمون حتى الآن. القصة بتبدأ انه في جامعة هارفارد وفي جامعة شيكاغو في امريكا وفي معهد العلوم البيئية في روسيا، الثلاثة هارفارد شيكاغو وفي معهد العلوم البيئية في روسيا الثلاثة بيحاولوا ان هم يستنسخوا حيوان مات منذ آلاف السنين، حيوان اسمه الميموث. الميموث أو حيوان الميموث هو ده فيل ضخم، أحد أنواع الأفيال. كلمة ضخم لأن هو فان ارتفاعه 5 متر وأكتر، حتى بيقعد كجنين 22 شهر، ضخم جدا لكنه انقرض منذ آلاف السنين. فالروس عندهم حصان بقاله 4500 سنة، لو برضه مثلج كده في وسط الجليد. وعندهم وحيد القرن بقاله 8000 سنة، لقوا برضه مثلج وسط الجليد. إنما الأخطر هو حيوان الميموث اللي هم لقوه وسط الجليد، لكن بقاله كام بقى؟ 60000 سنة. الأمريكان في جامعة شيكاغو وجامعة هارفارد اللي بيحاولوا ما عندهمش فرصة قوية تقدموا في هذا البحث، لأن الحيوان مش عندهم. إنما حيوان الميموث، إن هذا الفيل الضخم موجود كامل تقريبا في روسيا، تم نقله من سيبيريا إلى العاصمة موسكو، موجود حاليا في مكان سري كأنه سلاح نووي حتى لا يصل إليه أحد. الإعلام احتفى بوصول هذا الفيل الضخم من المناطق الجليدية في سيبيريا إلى العاصمة الروسية موسكو. دي مشاهد وصول هذا الحيوان المهم، حيوان الميموث اللي هو الفيل المنقرض، إلى العاصمة الروسية موسكو. العلماء دول كلهم اتجمعوا بعد كده، أخذوا عينات. دلوقتي فيه عينات متكاملة من الحمض النووي لحيوان الميموث أو ذلك الفيل العملاق المنقرض. هيشتغلوا بقى من هذا الحمض النووي على استنساخ فيل ضخم، يعني عودة الميموث من جديد. طب نتكلم على خيال علمي، إنه بقى مش استنساخ من نعجة حية موجودة تجري على الأرض، إنما العلماء وصل جنون العلم إلى مزاعم بأن هم ممكن يقدروا من حيوان مات منذ 60000 سنة، لكن هذا الحيوان هذا الفيل لقوا جواه دم، يعني خلايا دماء لسه موجودة بوضعها الطبيعي. فتخيل يبقى في حيوان مات من 60000 سنة، ولما يتم فتح جسد هذا الحيوان يلاقوا أن جواه لسه خلايا دموية أو جواه دماء تسيل. العلماء مصرين حسب مزاعمهم أن هم يقدروا يستنسخوا هذا الحيوان الميموث ذلك الفيل
الذي مات منذ 60,000 عام من جديد. جديد العلم في العالم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. كنت احب النيل واحب القمر على النيل، وكان دايما امنيتي ان اسكن يوم قدام النيل. احنا اتجوزنا على حب، وهو الحقيقه زوج مثالي واب مثالي، يعني هو بيحترم آراءنا وما بيرفض لناش أي طلب، يعني مش السيد، هو بعيد كل البعد عن شخصية السيد. الواقع إن كنت دائما مع المرأة وحقوقها، لأني مع حقوق الإنسان عموما، فلا يمكن أكون مع حقوق الإنسان وأحرم نصف البشرية من هذه الحقوق. فأنا مع المرأة في حقوقها من حيث التعليم ومن حيث العمل ومن حيث جميع المزايا اللي يمتاز بها الموافق للمجتمع الحر. أنا لي سنة عمل اللي بتبتدي في أكتوبر وتنتهي في أبريل، وما بين أبريل وسبتمبر لا أعمل ولا أقرأ ولا أكتب بسبب الحساسية والتعب، يعني الصحة بتكون سيئة في ذلك الوقت. إنما يوم عملي إني أصحى الساعة 5 وأخرج من بيتنا 6 أو 6:30، أمشي لغاية القهوة، أتصفح الجرائد وأرجع. إذا كان عندي كتابة بكتب للظهر، ما فيش كتابة يبقى قراءة. بعد الظهر عادة أقرأ لغاية ما يجي وقت التلفزيون الساعة 9 أقعد قدامه. ده اليوم العادي فيما عدا الخميس والجمعة اللي بخصصه للأصدقاء والشؤون الخاصة.